اجتمع وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع مسؤولي شركة سيمنز الألمانية، وهي الشركة المنفذة لمشروع كهرباء إشارات خطوط السكك الحديدية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع. واستعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف الحالي للمشروع، مطالبا بجدول زمني خاص بمدة تنفيذ المشروع وتقرير دوري عن التقدم في معدلات التنفيذ. وصرح وزير النقل بأن مشروع كهرباء إشارات خطوط السكك الحديدية تنفذه ثلاث شركات عالمية هي تاليس وسيمنز وألستوم. كما اجتمع الوزير مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات لمتابعة موقف التطوير الخاص بها.